عسلامتكم ومرحبا بكم في ماتيرنا شو. في حلقة اليوم فما برشا مفاجآت، وخلينا نكتشف مع بعضنا الربح في الحلقة الرابعة. تابعونا. احنا تاو وصلنا قدام كارفور وين ماتيرنا شو تنظم ان غران كاستينغ للصغار، وهذاك علاش الغانيونت نتاعنا زاده باش كيف كيف شكون موجوده معاهم. خلينا نشوفوا مع ضحى دو ليكيب ماتيرنا شو كيفاش صارت التحضيرات وكيفاش باش تكون هالسوربريز للي ربحت معنا في الحلقه الرابعه. عسلامة دامين. عسلامة ضحى. عسلامة جماعة الكل. نحن اليوم عيطنا لسليمة ألمة مع جماعة اللي جايين للكاستينج على أساس هي باش تعمل اون بيرفورمانس عادية كيفها كيف الصغيرات الآخرين الكل، وبالطبيعة ما في بالهاش اللي هي لا غانيونت نتاع ليبيزود اللي فاتت. دونك نحن تويكا أمين نجمو ندخلوا مع بعضنا ونشوفوا الجو الداخل كيفاش ونستناو سليمة. تابعونا. Friends to you, don't waste your time. زعما تعرف شنو هي السوربريز؟ ما تعرفش؟ لا. هاي بيه. هاي نشوفوا من بعضنا السوربريز شنو هي؟ هاي الكل لاي. سوربريز هي انك ربحت في الاميسيون تاعك وتعديت للدومي فينال. غانيون جو اس ام اس شيراز السخيلي من المنستير ربحت معنا تابلت سامسونج من اهداء كارفور.